بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في كتاب الصيام، الحديث السابع والثمانون بعد، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. ولي يعني أولى الناس، يعني به زي ابنه أو أباه أو أخاه. قول من مات طبعا ممكن يكون له أولاد، يعني يمكن يقسموا الأيام عليهم، مثلا 30 يوم وخمس أولاد، يعني كل بنت يعني. من مات عليه صيام صام عنه ولي. فقول من مات عن في المكلفين قرينة عليك وعليه صيام، من مات وعليه صيام، وقول صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، فليصم عنه وليه، زي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني هو يعني كأنه إيه، خبر بمعنى الأمر، لا ترفثوا ولا تفسخوا ولا تجادلوا في الحج، فهو خبر بمعنى الأمر. ليس هذا الأمر الوجوب عند الجمهور، إن مش واجب عليهم أنهم يصوم عنه، لأن لا يعني تزر وازرة وزرة أخرى، ولكن إذا أرادوا رحمة يعني أبيهم مثلا أو تخفيف العذاب يعني عنه أو رفع العذاب عنه يصومون عنه. فمن مات عليه صيام كأن الحديث يجوز يعني أو يستحب أن يصوم عنه وليه، فليس بواجب. يقول: وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه، فادعوا الإجماع على ذلك، وفيه نظر، وليس هذا الأمر للوجوب، لأن بعض أهل الظاهر أوجبه، ولعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. إمام الحرمين يقول له: هو ما بيعتدش بكلام أهل الظاهر، لأن بعض أهل الظاهر أوجبه، يعني أوجب على وليه أن يصوم. من ظاهر النص يعني من مات عليه صيام صام عنه ولي. الجواب على اهل الظاهر ان احنا نقول ان ايه، ان هذا النص يعني لا يفهم بمعزل عن بقيه النصوص، ففي نصوص اخرى: لا تزر وازره وزر اخرى، ليس الانسان الا ما سعى. فمش واجب على الابن ان يصوم عن ابيه اذا كان ابوه قصر مثلا في الصيام او كان عليه نذر صيام، على قاعدته. وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فأجاز الصيام على الميت أصحاب الحديث. وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقل البيهقي في المعرفة وقول أبي ثور وجماعة من حديث الشافعية. والشافعي دائما يعني يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، فأحيانا مسائل يعني لم يصح فيها الحديث، فلأن ما كانش الإمام الشافعي عنده البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وعنده الفارس الموجود الآن، التحقيقات الموجودة، لأن العصر الذهبي لتدوين السنة كان بعد زمن الأئمة الأربعة، فالإمام أحمد آخر الأئمة يعني زمانا، وهو شيخ الإمام البخاري، وطبعا زمن الإمام البخاري هو زمن تدوين السنة، أن مسلم كان معاصر البخاري وأصغر منه بعشر سنين تقريبا، والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود كل يعني في عصر واحد، يعني في العصر الذهبي لتدوين السنه فكان بعد عصر الائمه الاربعه. فالحاصل انك لذلك كثير من الشافعيه يعني اذا صح الحديث يقولون هذا مذهب الشافعي، لان كان مذهبه الحديث، قال صح الحديث فهو مذهبي. فعلق الشافعي في القديم، الشافعي ما افتى به قبل ان ياتي الى مصر، هو الشافعي والقديم يعني ما أتى به قبل أن يأتي.
وطبعا الجديد يعني يعتبر هو المذهب، يعني لأن يعني كأنه رجع عن أشياء كان يفتي بها رجع إليها في آخر عمره. فيقول: علق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في المعرفة وقول أبي ثور وجماعة من حديث الشافعية. وقال البيهقي في الخلافيات: هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، وجب العمل بها. ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح سلم خلافه فأخذه بالحديث ولا تقلدوني. يعني بيقول لو قلت في مسألة، لأن هو الإمام قد يعذر في مخالفة الحديث لأن لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده الحديث أو صح عنده معارض مثلا، فيصح الحديث بخلاف ما يقول. فيقول إن كل ما قلت وصح النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدون. وقال الشافعي في الجديد ومالك أبو حنيفة: لا يصام ينعن الميت. ولكن احنا نقلنا الكلام الجمهور، يعني انه يصام عنه لهذا الحديث. وقال ليث احمد واسحاق وابو عبيد: لا يصام عنه الا العموم الذي في حديث عائشه على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صوره مستقله من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: فدين الله أحق أن يقضى، وأما رمضان فيطعم عنه. فده بالنسبة للنذر، قال يصام عنه صوم النذر، من مات عليه صوم صام عنه وليه صوم نذر، يعني أما رمضان فيطعم عنه، وأما رمضان فيطعم عنه. وأما الملكية فأجاب عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم، أن من أصول مذهب الإمام مالك أنه بيقدم إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة على حديث الأحاد. ومش معنى حديث أحاد أنه هو حديث يعني غريب واقف على راو واحد، ولكن حديث الأحاد الذي لم يبلغ حد التواتر. وطبعا العلماء اعترضوا، اللي أتوا بعد الإمام مالك اعترضوا على هذه القاعدة، لأن الصحابة افترقوا في الأمصار ولم يكن كل العلماء بالمدينة حتى يكون إجماع أهل المدينة إجماعا، فلا يعتبر إجماعهم إجماع ولا إجماع أهل الكوفة ولا أهل مصر ولا أهل الحجاز، لأن الإجماع يعني ما أجمع عليه الأئمة المجتهدون يعني في عصر من العصور. فيقول: أما الملكية فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم. وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله صام عنه وليه أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام. فده نوع من التأويل، يعني من مات عليه صيام صام عنه وليه، قال يطعم عنه. قال: ونظير قوله التراب وضوء المسلم، أو ونقول وضوء المسلم إذا لم يجد الماء. قال: فسمى البدل باسم المبدل فكذلك هنا، وتعقب بأنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، لأن إيه ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه حتى يدل الدليل أن الظاهر غير مراد. فكلمة صام عنه وليه يعني لو أراد الإطعام لقال أطعم عنه وليه، فمدام قال صام يبقى الصيام يعني الصيام، فالذي يصرف الظاهر يحتاج إلى دليل. وأما الحنفية دول هم عرضوا الإيه لم يقولوا بالحديث، الشافعي والحنفية والملكية. وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما روي عن عائشة أنها سئلت عن امرأة ماتت عليها صوم قالت يطعم عنها، وعن عائشة قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، أخرجه البيهقي. وبما روي عن ابن عباس قال في رجل مات عليه رمضان قال يطعم عنه 30 مسكينا، أخرجه عبد الرزاق. وروى النسائي عن ابن عباس قال لا يصوم أحد عن أحد. فنلاحظ ده كله كلام ايه موقوف يعني عن عائشه وعن ابن عباس. قالوا: فلما افتى ابن عباس وعائشه بخلاف ما روياه، ودل ذلك على ان العمل على خلاف ما روياه. ودي ايضا قاعده عند الاحناف، يعني ان الراوي الصحابي لو روى حديث وافتى بخلافه فياخذون بفتواه ويتركوا روايته. ولكن الصحيح ان الصحابي لو روى حديث وافتى بخلافه فالرواية معصومة والرأي غير معصوم، فنحن نأخذ بالحديث لأن الحديث معصوم. أما رأيه فقد يكون نسي الحديث في وقت الفتوى، لم يستحضر هذا الحديث. فدي قاعدة عند الحنفية خلفهم فيها الجمهور، أنهم يقدمون
رأي الراوي على روايته، ولكن الصحيح أن تقدم الرواية على الرأي، لأن الرواية معصومة أما الرأي فغير معصوم. فلما أفتى ابن عباس وعائشة قول الأحناف بخلاف ما روياه دل ذلك أن العمل على خلاف ما روياه، وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال، يقول حتى أن هذا لم يثبت، إن الأخبار مش صحيحة هذه الموقوفة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة هو ضعيف جدا، والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه، الاحتمال أن يخالف ذلك الاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحقق صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون، والمسألة مشهورة في الأصول. يعني يقول أن الحديث ما دام صح ما تركش الحديث للأمر إيه مظنون يعني. واختلف المجيزون في قوله وليه، فقيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، العصبة هم الأقارب من جهة الأب، الأب والعم والإخوة وأولاد العم وهكذا، فبعضهم يقول وليه يعني كل قريب، ممكن خاله ابن خالته أي قريب، وقيل الوارث خاصة الذي يرثه، وقيل عصبته، والأول أرجع هو كل قريب. ويرد الثالث المرأة التي سألت عن نذر أمها، قالت أن أمها ماتت عليها نذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فحق الله أو فدين الله أحق بالوفاء. فيقولن أي قريب ما يشترطش أن يكون وارث أو من العصبة اللي هم الأقارب من جهة الأب. وقال ابن ملقن قد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي، إما لأجل التخصيص في مناسبة الولاية لذلك، أو لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم لكونه عبادة بدنية لا يدخلها النيابة في الحياة فلا يدخلها بعد الموت كالصلاة، وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة وجب أن يقتصر فيه على ما ورد في الحديث ويجري في الباقي على القياس. وقد قال أصحاب الشافعي لو أمر الوالي أجنبيا بأن يصوم عنه بأجرة أو بغيرها جاز كما في الحج، فلو استخل به الأجنبي فالأصح المنع. خاتمة يقول نخل الخضع يضب غيره الإجماع لأنه لا يصلى عن الميت وأنه لا يصام عن الحي، وإنما الخلاف في الميت، يعني كان بيقول الصلاة ما تنفعش لا على حي ولا على ميت، والصيام يعني قال يصام عن الميت، وطبعا الأرجح أيضا أنه يكون صيام نذر مش صيام إيه رمضان، أما إذا كان صيام رمضان فيطعم عنه، فالمراد من مات عليه صيام يعني صيام نذر صام عنه وليه، دي خلاصة المسألة. الحديث 88 بعد 100 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم، قال فدين الله حق أن يقضي. وبعض الناس يقولون أن يجوز من أي إنسان يعني ما يشترطش أن يكون قريبا، وإن الحديث قال صام عن ولي لأن الولي هو الذي يشفق على الميت ويريد يعني أن يؤدي على الميت، فالغالب أن الأولياء هم الذين يهتمون بأمر الميت، ولكن لما شبه يعني الوفاء بالنذر عن الميت بالدين، والدين ممكن أن يقضيه أي إنسان عن أي إنسان، يعني لو واحد عليه دين لواحد وجاء واحد أجنبي سواء كان هذا اللي عليه الدين يعني حي أو ميت وقضى عنه الدين فهو يسقط عنه الدين، فلا يشترطش أن يكون ابنه أو أبوه أو أخوه. ولكن الحديث أتى من باب الغالب، يعني الغالب أن الولي هو الذي يهتم بالميت أنه يريد يعني أن ينجي أباه من العذاب أو من هذا الحق، يعني تشبيهه بالدين يدل على أن غير الولي يمكن يعني أن يصوم عنه. في رواية لهذا الحديث جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر، فده يبين أن الصيام ما كانش رمضان كان صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. قال ابن خيخ العيد أما حيث ابن عباس فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت عليها صوم شهر ولم يقيده بالنذر، وهو يقتضي ألا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر، وهو منصوص الشافعية تفريعا على القول القديم خلافا لما قاله أحمد. وجه الدلالة من الحديث من وجهين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر هذا الحكم غير مقيد بسؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل وجوب الصوم فيها عن نادر ويحتمل أن يكون عن غيره، وترك الاستفصال يعني في مجال يعني التفصيل بيقع موقع الإجمال، يعني هو لو كان هو صيام نادر أو صيام رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لهذا الرجل هل هذا صيام نادر أو صيام رمضان، فيدل على العموم أنه يجزئ يعني أنه إذا كان صيام نادر أو صيام رمضان أن يصوم عنه في الرواية الأولى إلى الحديث. الرواية الثانية طبعا مبينة يعني فيها يعني بيان وتخصيص أكثر أنه هو صيام نذر ماتت وعليها صوم نذر، فهل يحمل المطلق في الرواية الأولى على المقيد في الرواية الثانية ويكون مثلا الراوي نسى أن يكون ده صيام نذر؟ يقول احتمل أن يكون من غيره، فخرج ذلك على القاعدة المعروف في أصول الفقه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع في صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا، أن يكون الحكم شاملا للصور كلها، زي قصة الرجل اللي وقع على امرأته في رمضان قال احترقت، قال وما ذاك؟ فقال أنه وقع على امرأته في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى هل المرأة كانت موافقة أو غير موافقة، وأخبر أنه هو عليه يعني رقبة، فقال والله ما أملك إلا هذه وأمسك برقبته، فقال صم 60 يوما، فقال وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ إنه يبدو أنه ما كانش يصبر على النساء. قال أطعم 60 مسكينا، فقال إنه لا يملك يعني شيئا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق اللي هو زي مكتل كذا فيه يعني تمر، فقال فأعطى للرجل أن يطعمه يعني على 60 مسكينا، فقال والله ما بين لبتيها يعني أفقر مني، لبتي اللي هي لبتي المدينة الأرض ذات الحجارة السوداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال أطعمه أهلك. فهو ما سألوش إن المرأة كانت موافقة أو غير موافقة، وهل عليهم كفارتين ولا كفارة واحدة؟ وذلك بعضهم قال عليهم كفارة واحدة وبعضهم قال عليهم كفارتين، لو كانت المرأة موافقة، لو كانت مجبرة غير موافقة يبقى في كفارة يعني واحدة. يقوله الذي يقال فيه ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال أنه ما قالوش نذر ولا صيام رمضان عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال يكون رمضان أو نذر منزل منزلة العموم في المقال، أن الحكم يشمل الصيام الفرض وصيام النذر، وقد استدل الشافعي مثل هذا وجعله كالعموم. ده بالنسبة للرواية الأولى في حديث ابن عباس. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهو كونه علله وقاسه على الدين، وهذه العلة لا تختص بالدين، أعني كونه حقا واجبا، والحكم يعم بعموم علته. وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب أداء وجوب حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد، إنه لو عليه دين العبد لابد أن يؤديه، فهو هذا حق لله عز وجل لابد أن يؤديه أيضا، وجعله من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياس لقوله واتبعوه، لا سيما وقول عليه الصلاة والسلام أرأيت، إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب. قال ابن ملقن وفي الحديث قضاء الدين عن الميت، إن هو يقضى عن الميت الدين يعني، والدين بيكون للتركة من التركة بعد الكفن وبعدين الدين وبعدين الوصية وبعدين تقسم التركة على أصحاب يعني الفرائض والأنصبة. يقول في الحديث قضاء الدين عن الميت وإجماع ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارثه أو غيره فيبرأ به قطعا، زي ما قلنا نقي الدين مش شرط ان واحد من الورثة او ابن الميت الذي يؤدي عنه، اي انسان لو ادى عنه الدين فيسقط الدين. يقول فيبرأ به قطعا. قال القرطبي الحديث مشعر بان القضاء على الندب لمن طاعت به نفسه، لانه لا يجب على ولي الميت ان يؤدي من ماله على الميت دينا بالاتفاق، لكن من تبرع به انتفع به الميت وبرأت ذمته،
وطبعا ده لو مش ترك تركة، لو ترك تركة بتخرج من التركة قبل أن تقسم الإيه التركة، الكفن، مصاريف الدفن مثلا، ثم بعد ذلك الإيه قضاء الدين، وبعدين الوصية، ولا تزيد على الثلث، والثلث كثير، ثم تقسم الإيه التركة على أصحاب الأنصبة والإيه والفرائض. يقول في أيضا تقديم دين الله تعالى على دين الآدمين إذا تزاحم، كدين الزكاة ودين الآدمي، ولم يمكن الجمع بينهما لضيق التركة عن وفاء لكل منهما. وقد يستدل لتقديم الزكاة بقوله فدين الله أحق أن يقضى، يعني هو عليه زكاة مال بيخرج دين الايه يعني زكاة المال أولا، لو عليه ديون لآدميين يعني بعد ذلك، لو كان في التركة بقية يسدد منها، لو ما كانش في بقية يبقى طبعا دين على الايه على الميت. الحديث 89 بعد 100 عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال دقيق العيد تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب بالاتفاق. يعني بعض الناس بيقول لما يتشهد فالشرع Gracias.
الشرعي. خبر ما زلنا في شرح حديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فيقول حافظ قد أفطر الصائم أي دخل في وقت الإفطار، كما يقال أنجد إذا أقام بنجد وأتهم إذا أقام بتهامة، ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي. وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال أنه هو يصير مفطرا في الحكم، وأومى إلى ترجيح الأول فقال قوله فقد أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه الأمر أي فليفطر الصائم، ولو كان المراد فقد صار مفطرا كان فطر جميع الصوام واحدا ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار. ويفطر على شيء، فهو لو الناس لا تفطر بمجرد دخول الليل يبقى ما فيش داعي لأمر الناس بإيه بتعجيل. يعني يكفر عن يمينه. ويرجح الأول أيضا حل الإفطار، يعني أتى وقت الإفطار فعليه أن يفطر. وكذلك أخرجه أبو عوانة من طريق الثوري عن الشيباني. ولكن هو صام وواصل، فهم واصلوا فظهر الهلال بعد يومين، فقال لو تأخر لفتكم كالتمكين له. يقول ذهب إلى جوازه مع القدرة عبد الله بن الزبير وبعض السلف كعبد الرحمن بن أنعم وإبراهيم زيد التيمي وأبو الجوزاء، وذهب إلى تحريمه لأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وذهب إلى التفضيل في ذلك الإمام أو التفصيل في ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن المنذر وخزيمة وجماعة من المالكية، وعندهم جائز إلى السحر مع أن الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الفطر ومكروه بأكثر من يوم وليلة. والنهي نهي شفقة، يعني أنه نهي شفقة. واستدل المجيزون بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين فهو تقرير له عليه ولو كان حراما لم يسره، وبأن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإفطار رحمة بهم. نهي شفقة
واستدل المحرمون بنهيه صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي التحريم، فأما مواصلته بهم فلم يقصد به التخرير وإنما قصد به التنكيل كما هو مبين في بعض ألفاظ الحديث. قال النووي: اتفق أصحابنا يعني الشافعية على النهي عن الوصال، وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينه. قال: من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت على الأمة، وكلمة حرمت طبعا يعني الراجح أنها مكروهة الأمة، واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم: نهاهم عن الوصال رحمة بهم، وفي بعضها: لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، وفي بعضها: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصلا يدع المتعمقون تعمقهم. واحتج الجمهور بعموم النهي وأجابوا عن قوله رحمة بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم، وسبب تحريم الشفق عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم، وأما الوصال يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأخير في تأكيد زجرهم وبيان حكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال، وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين ومن إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها. يعني زي ما الإمام الشافعي قال: أكره قيام الليل من أضر بصلاة الفجر. فالإنسان لو هيواصل يومين مثلا ممكن يضعف عن الصلاة، يضعف عن الجهاد، يضعف عن بقية العبادات. ولذلك داود عليه السلام كان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس يعني حبه لله عز وجل وقدرته على العبادة ومحبته للعبادة، يعني الصحابة على ارتفاع قدرهم يعني لا يقاربونه في ذلك، وذلك قال: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. فيقولون سبب كراهة الوصال بالنسبة للأمة التعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وأدابها وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، قال الصنعاني تفسيره على أظهر وجهين كما قال ابن تيمية: أن الله يغذيه بما يغنيه عن الأكل والشرب المعتاد من العلم والإيمان لقوله: أظل عند ربي. فطبعا مش بيطعم ويسقى من الدنيا، من طعام الدنيا وشراب الدنيا، وإلا لم يكن مواصلا، ولكن هو يعني أحوال إيمانية ومعارف وعلم نافع بيستغني به عن كثير من الإيمان الطعام والشراب. الإنسان يكون في أحوال إيمانية بيزهد في الأكل، لا أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. المؤمن يأكل في معا واحد يعني أمعاء واحدة، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وذلك يكون يقول لقوله أظل عند ربي، وذلك يكون بالنهار، ولو أكل الأكل المعتاد بالنهار لم يكن مواصلا، وقد بين أنه مواصل. قلت: قال الحافظ: وفي أحاديث الباب من الفوائد استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمتي إلا ما استثني بالدليل أو بدليل، لأن الأصل اشتراك الأمة معه يعني في التكليف، يعني هو مكلف والأمة مكلف، فما يجوز له يجوز لهم إلا ما خص بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له أن يتزوج يعني بأكثر من أربعة، تزوج 13 وقيل 15 واجتمع عنده 11 امرأة ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد من أحد الأمة أن يتزوج أكثر من 4، فهناك كان يخلو بأي امرأة لأنه ولي المؤمنين، فهو أولى بها من وليها من أبيها ومن أخيها ومن ابنها. فالحاصل أنه كان في أشياء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل اشتراك الأمة يعني معه في الأحكام الشرعية إلا ما خص بالدليل.
وفي جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة. وفيه الاستشكال عن حكمة النهي، أنهم لما قالوا إنك تواصل، النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الوصال ويقول له إنك تواصل، يعني كأنهم يقول ما الحكمة أنك تواصل ونحن لا نواصل أو لا يستحب لنا أن نواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي أو أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. تسعة أو 11 أو 15. وفي أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به، يعني الاقتداء به، إلا فيما نهاهم عنه. وفيه أن خصائصه لا يتأسى به في جميعها لأنها يعني خاصة به صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العادية من غير سبب ظاهر. ومع وصال النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يحمل يعني هم الأمة، ومع قلة الشيء عندهم كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، مع ذلك كان يطوف على نسائه يعني في الليلة الواحدة، واجتمع عنده 11 امرأة ومع ذلك يطوف عليهم في ليلة واحدة، ولهذا حسده اليهود يعني على ذلك، أن هذا يدل على كمال الرجولية والفحولية. فنكتفي بهذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة. وأحد الإخوة بينبه يقول إن الدرس الجاي يكون بعد العشاء لأن تغير الساعة، يعني تنقص ساعة من الإيمان الساعة الموجودة. سائل يقول زميلي في العمل على خلق جيد ولكنه لا يصلي، وحاولت معه بالنصائح وحداء الكتب والدروس دون جدوى، وظروف العمل تحتم علي أن أتعامل معه، فماذا أفعل معه؟ أقول يصبر عليه، لأن زمن زمن فتن ومعاصي وإعراض عن الشرع، فهو يصبر على دعواته ومزيد من النص، لعله اقترب ولكنه لم يصل يعني بعد إلى الهداية، فمزيد من من النص يعني لا يهجره، لأن الهجر بيكون في الأزمنة اللي فيها قوة للإسلام، يعني زي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة كعب بن مالك وصاحبيه، وهذه الهجرة لم تضرهم لقوة إيمانهم، ولكن لو هجرت واحد الآن يعني يفتن يعني في دينه ويبعد أكثر. أختي تقول أن عقد قرنها بموافقة الأهل منذ شهرين على أخ فاضل ذو دين وخلق، وبعد تمام العقد ذهب أهل الأخت إلى شقة الأخ، وعندما رأوها رفضوا إتمام الزواج مع تمسك الأخت الشديد به، فماذا تفعل؟ هل تتمسك به ويتم الزواج مع رفض الأهل هذا السبب الدنيوي، أم تتركه إرضاء لأهلها؟ هو طبعا الأهل لا يجوز لهم، يعني ما دام عقد هذه الأخت على هذا الأخ فصارت زوجة، فهم قصروا، كان المفروض الأول يشوفوا الشقة مثلا، يشوفوا العفش أو يتفقون على أشياء، مش بعد ما يعقدون لها يشوفوا المكان أو الشقة لا تعجبهم. فهي صارت الآن يعني زوجة، وليس لأهلها أن يمنعوها يعني منه، والأمر بإيد الأخت، يعني هي عايزة تختلع منه تختلع، ولكن يعني بتترك له المهر، لأن يكون خلع إذا كان هو راغب فيها وهي غير راغبة فيه يبقى خلع. ولكن إذا أرادت الأخت أن تصبر على المكان مثلا وهي راضية بالمكان لدين الأخ ولخلقه، فعليها يعني أن تقنع أهلها يعني بذلك، وتقول نحن سألنا بعض أهل العلم فقال إنه ما يجدش لهم إن هم يطلقوها منه، وكان يجب عليهم أن يسألوا أولا يعني قبل أن يزوجوها لهذا الأخ. فصار الأمر في إيد الأخت وفي إيد يعني الأخت، مدام راضية خلاص ما لهمش إن هم يطلقوها منه، ولكن هي لو كرها أو كره المكان مثلا فيكون خلع. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.